واحد بيقول أرجو أن توضح لنا ما الفرق بين الحديث عن أسرار الكنيسة في الكتاب المقدس وبين قول الكتاب مثلا عظيم هو سر التقوى. كاتب سر التقوى الله ظهر في الجسد، دي جت في تيموثاوس الأولى 3:16. بيقول فإن سألني أحد الأخوة البروتستانت بماذا أجيب عن الفرق بين كلمة سر للمعاني المختلفة، هقول لك إيه الحكاية. كلمة سر في الكتاب المقدس وردت بمعنيين، معنى منهم سر معناه نعمة تعطى بطريقة سرية، حاجة ميستيكال ميستيريوس ميستيريز اوف ذا، دي نعمة معطاة بطريقة خفية. وسر تاني سر من جهة المعرفة، يعني في سر خاص بالعقل بالمعرفة وسر خاص بالنعمة التي تمنح. فمثلا الشخص اللي كانت توضع عليه اليد فيأخذ الروح القدس قبل استخدام الميرون، في سر موجود ازاي الروح القدس بتعطى عن هذا الطريق، دي حاجة سر، حاجة ميستيريا ميستري. غير ان سر ما كناش نعرفه، زي ما يقول سر الانجيل حاجة كانت مخفاة واعلنها لنا الله، او سر التجسد حاجة مخفاة واعلنت لنا. فالسر بتاع المعرفة والمعلومات زي سر التجسد، عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. لكن السر اللي فيه نعمة، يعني ايه السر اللي فيه نعمة اللي من اسرار الكنيسة؟ خدوا مثلا سر الزواج، بيقول ما جمعه الله لا يفرقه انسان. ازاي ربنا جمعه؟ ازاي الاثنين يصيران واحدا كما ورد في متى 19 ومرقس 10؟ ده سر المعمودية، ازاي الواحد بيولد من الماء والروح، ده سر. تغطيس الواحد في المعمودية شيء ظاهري، لكن في عملية سرية انه بيولد من الماء والروح. خد مثلا سر الافخارستية، ازاي بيتحول الخبز والخمر الى جسد ربنا ودمه، ده سر نعمة معينة احنا ما نعرفهاش. الكهنوت مثلا ازاي بوضع اليد يأخذ نعمة الكهنوت، ازاي السيد المسيح في يوحنا 20:22 و23 يقول فنفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكت. ازاي عن طريق هذه النفخة بياخدوا الروح القدس، ده سر هما ما بيشوفوهوش، نعمة مخفاة بياخدوها بطريقة ظاهرة، لكن هي عملية مخفاة. ازاي؟ ازاي بياخد الروح القدس؟ ازاي بيقبل للروح القدس؟ ازاي بيأخذ هذا السلطان؟ ده سر، مش معلومات بتعلن، لا مش معلومات بتعلن، دي نعمة بتعطى. ادي الفرق بين السرين، حاجة معلومات بتعطى زي ما يقول سر الانجيل سر التقوى سر التجسد، لكن اللي عن طريقه بنأخذ نعمة ده يبقى من اسرار